دكتور غيث، سريعا لو تكرمت، بموضوع صدى زيارة ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين، هل من صدى لهذه الزيارة ولتصريحات ماكرون ولما اعتبر من قبل كثيرين بمثابة الاستجداء الفرنسي للرئيس الصيني أمام الرئيس الصيني؟ استجداء بخصوص ماذا؟ بخصوص التدخل في الملف الأوكراني لإنهاء الحرب وإتمام وساطة وإقناع الروس بوقف الحرب. دعنا نتحدث سياسيا. اليوم ليس من مصلحة الدول العالم أجمع أن تكون هناك حرب ما بين دولتين، وقد تكون هذه الدولتين لها الكم الأبرز من المواد التي تبيعها للعالم، مثلا الحديد، الحنطة، الشعير وإلى آخره من المواد التي تبيعها كلا الدولتين، روسيا أو أوكرانيا. أيضا مصلحة اليوم الصين أن تكون هي قطب أساسي لإنهاء صراع، حسب ما سمته طبعا الصين، صراع محتدم ما بين دولتين تتحدثان تقريبا نفس اللغة، تربطهما علاقة أسرية قبل أن تكون هناك معركة بينهما، وأيضا لحل أزمة دولية. وهي تحاول اليوم الصين بأن تكون هناك طرف قوي وقطب قوي يستطيع التحكم في مجرى العمليات الدبلوماسية. هي من طرحت هذه المبادرة، الصين من طرحت هذه المبادرة، حيث في زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا والتحدث مع بوتين كان هناك التحدث عن وجود مفاوضات مستقبلية. وأيضا عرض الرئيس الأوكراني زيارة الرئيس الصيني له، ولكن لم يلبي هذه الزيارة حتى هذه اللحظة. وزار مبعوث الصين إلى الاتحاد الأوروبي وذكر في الأعلام وبشكل رسمي في المؤتمر بأن الصين لا تدعم أي تغير جغرافي في داخل الخارطة. نعم دكتور. أي إن هناك روسيا، الصين تحاول إثبات وجودها كقطب فاعل بعد أن خسرت روسيا هذا القطب، أن تكون هناك قطبين أساسيين في الكرة الأرضية. باعتقادي بأن الصين اليوم هي التي سوف تغير جزئيا هذا السيناريو، وسوف تكون هناك قطبين أساسيين من بعد هذه الحرب، وهو الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد لروسيا بعد هذا اليوم، وأن روسيا بدأت بالفعل في عمليات الانقسام. والرئيس الصيني ذكر لأهل سيبيريا في داخل العمق الروسي بأنه داعم إلى استقلال. شكرا. وهو يمد يد العون لكل المواطنين السيبيريين. شكرا لك دكتور غيث مناف، عضو خلية الأزمة الأوكرانية، أهلا ومرحبا بك دائما في استوديو التاسعة.